تمشي عند النملي، تمشي عند لاعب الرعدوني او اللاعب رقم 11 رحلي، محمد رحلي للجبهه الاماميه، اللاعب مقران، هذه خطيره خطيره خطيره، هدف هدف اول لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. لاحظ لاحظ التقنيه العاليه للاعب مقران ضد مجرى اللاعب، لكن هناك تقنيه بالنسبه لهذا اللاعب اللي استغل يعني الامكانيه ديالو الفرديه ليسجل الهدف الاول لفريق شباب الريف. هو الوحيد اللي قادر يدير الفارق هو مقران، خصو انه ديك التمريره الاخيره دار ان دو وتلقى كره جميله، اول كره جميله اللي تلقاها مقران سجل بها هدف. هذا كيتعدى من اللاعب الكبار، خصو وسط ميدان ممتاز، ونشوفوا هذا مقران كيسجل العديد من الاهداف. اعين العديد من الانديه يعني كما قلت يعني تابعت مشوار ومسيره هذا اللاعب، خاصه الاسماعيلي المصري اللي كان قريب من انضمام الاسماعيلي المصري، لكن المفاوضات ما مشات في اتجاه صحيح. لاحظ كيف سجل الهدف الاول لفائده فريق شباب الريف الحسيمي بتقنيه عاليه، اخترق دفاع الاولمبيك. اول كره كيتلقاها في 45 دقيقه، الكره اللي كانت يعني اول كره بشكل جيد. ماتياس اللي اصبح كيساند الجبهه الاماميه، ماتياس في اتجاه اللاعب المنصوري، منصوري هدف التعادل، هدف تعادل لفائده فريق اولمبيك اسفي، هدف تعادل لفائدة الأولمبيك، مسجل هدف اللاعب النملي. التجربة كانت حاضرة بالنسبة لعناصر فريق أولمبيك أسفي، والنملي يهز الشباك، الشباك تهتز هنا بملعب المسيرة بأسفي. والنملي أو العطوشي، العطوشي العطوشي هذا الشاب العطوشي يسجل هدف التعادل لفريق أولمبيك أسفي. هذا اللاعب العطوشي اللي قلت عليه على أنه من العناصر الشابة في صفوف فريق مزداد سنة أولمبيك أسفي، مزداد سنة 1995، متر 79، وهو لاعب سابق ديال الرشاد البرموسي. ولاحظ لاحظ كيف أن العطوشي يعني انضم للجبهة الأمامية واستطاع باش يسجل هدف التعادل لفريق أولمبيك أسفي. راه محتوم على كل لاعب أنه يشارك في الأدوار الهجومية، مدافعين كانوا أو وسط ميدان، وبالتالي لإعطاء الإضافة أنه يبقى دائما ضربة مرمى. تغيير آخر في التمس لشباب الريف الحسيمي، محاولة لأولمبيك أسفي، محاولة لأولمبيك أسفي، محاولة لأولمبيك، وهدف هدف لأولمبيك أسفي المسجل اللاعب خبا في اللحظات الأخيرة من اللقاء. خبا يسجل لأولمبيك أسفي في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بناء هجومي جيد لفريق أولمبيك أسفي، ينهيه اللاعب خبا بهدف ثاني للأولمبيك. خبا هو مسجل هدف في اللقاء الأول أمام فريق المغرب الثاني ويرسل إشارات، والمرة الثانية فريق أولمبيك أسفي يسجل في نهاية اللقاء، وهذه كتعد من قوة شخصية كما تلا بها بن هاشم. ولكن غنقولها لك وغنقولها للجمهور كامل بأنه بن علي هو اللي ساهم في هذا الانتصار. هذا علاش كتخرج مقران ومقران هو اللي شاد لك لي ديفونسور كاملين؟ أنا ما فهمتش، أنا بقيت ساكت مني مخرج مقران. فاللي كيساهم في الهزيمه اليوم ولا هزيمه شباب الريف الحسيمي، فانا كنقولها ونقولها فهو المدرب. علاش نخرج مقران؟ ومقران هو اللي قابط ليا سته ديال اللاعبين في الدفاع. فكنظن بانه عليك بن علي ان تراجع نفسك وان تراجع وان تقرا الكره القدم المغربيه جيدا. حتى البناء الهجومي لفريق اولمبيك اسفي كان بناء مدروس، نطلب من المخرج انه يعطينا الاعاده الهدف، لانه كان بناء مدروس. اللاعب اللي مرر اللاعب خبا ما طمعش، يعني كيمرر بطريقه لاعبي الكبار، وخبا كيسجل هو الاخر.